المقارنة رودانت اختي ولانس تسكرت اللي تنظمت تسمالا تمسمو تنزمزا اختي رودانت غسكوسا دي كيسوك الفقرات في المناسبة نسكوسا مزيغا مينو 1969 الفقرة يزورن إيكاتيا تينا والتنامور تندوا دراسية وطنية اللي كان يومين سينوسان الجامعة السبت 11-12 العنوان نسيقات الموضوع العام نسيقات الأمازيغية والدولة أمازيغ الدولة المحور يزورن حضرنا قسم التيل الأحزاب السياسية إلى ديسنية النقاش في العلاقة في تزداد أمازيغ تنباط البرلمان العلاقة الأمازيغية بالحكومة والبرلمان نناقش قيس مكريس اللي لان نزرفان اللي ريز زوكز تصنبات غد تصنصيبت نتمازيخ ترسيم نتمازيخ كلغه رسميه الدستور نسمى سي زيد يعني سي القوانين التنظيميه قالت وين تفعل الطبع الرسمي الامازيغي ديال المجلس الوطني للغه والثقافه اللي مطلنين ثاني سكوسنا غير 7 سنين تاخير الاطارات المدنيه الامازيغيه للفاعلين ارض الضلاب من خلال المذكره تنصر ترفع عن باش تغيير القوانين ذات تجود ذات منصفين ذات تفان ما يظن شكو 7 سنين خير المحور والسين قيس مجموعة من الفاعلين المدنيين الحقوقيين الأساتذة وباحثين أكاديميين اللي صورين في موضوع الأمازيغية العمل الأمازيغي المسار وأسئلة الرهين سقسيتنا غساد قلت يعني تقييم العمل الاليات الخطاب الحركه الامازيغيه غير المغرب المحور ويسكراد يقا في التعاطي الدوله يسكوسا تكون كرين التمازيغ تيكان تقييم موضوعي اللي لن تمنوا المداخلات اللي زران ما كان مكتسبات للانين ما كان ايموكريس للانين تحديات ديناظار للانين المتدخلين النقاش رسبين مسيلين نوع من الاحباط دار الفاعلين الاطارات العامله في مجال النهوض بالامازيغيه بس خص الدوله تك حاسمه واضحه انتظرك خير لكل يوقع جديد يعني النفس الجديد الديمقراطي المؤسسات غدي هي تدبير الملف الامازيغي سواء على مستوى الحقوق اللغويه والثقافيه وعلى مستوى الحقوق السوسيو اقتصاديه والتنمويه في مزير دخ إضافة إلى الندوات الدراسية الوطنية اللي حضرنا حوالي 20 باحث فاعل مدني من الفاعل الكبار الوجوه العاملة على المستوى الوطني ممثلي إطارات كبرى اللي تخدم الجانبات توسكر غسد داخل صباحا لحد 13 يت نشاط تربوي تعليمي اللي توسكن بالتنسيق مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه اللي شاركن تقريبا 60 تلميذه اللي قرانين ختين مال المدارس اللي خلات مازيخت اضطرت لمجموعه من الاساتذه اللي سجلت مازيخت مفتشين غير الفضاء في اطار مسابقات ثقافيه ورشات فنيه مازيخت ما يعني فكا يفوتي فولكين على المستوى التربوي التعليمي ازري قدام تكريم يعني لقاء تكريمي عشاء تكريمي يسينو دمو مقرنين مجال نتمازيخت مازيرت نخ مجال الترافع الحقوقي للعمل المدني سي مغور اسلم هذا مقور سي حسن يد بالقاسم اللي كان سكت مجال النضال العمل الترافع الحقوقي في الحقوق اللغويه والثقافيه الامازيغيه نسمغور مجال الفني يعني نازور اللي كان مجال طور الرئيسي قالت الرئيس حمادي حيحي غسد لا السهره الفنيه الكبرى تا فوق المقرن ساحه عموميه كتزرم اللي غرات فوق لان اي ترودانت مدن امازيغ كل مدن ترودانت ساكنه ترودانت الاطارات اللي غدلانين الشركاء الجمعيه سيدني ناير الجديد دو سكواس امازيغ امينو بالمناسبه درون التنيخ سكواسي غودان سكواسي فولكين سدوسي تومرت كله ما تنرز تنميرس